تحت الضغط. عمرو الخولي، مصطفى عماد، مصطفى عماد وعمرو الخولي. عمرو الخولي انت اللي هتبتدي، مصطفى عماد اتفضل عند سليم هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. تعالى عمرو مكان يا عمرو. انت احسن اخولي. بص بقى تشجيع على طول، استراتيجية برضه بتابع الاستراتيجية. عايز الاجابات بصوت واضح عشان اعرف اقول لك صح ولا غلط. نطمن على مصطفى عماد. تمام. تحت الضغط كاونتر. من هو ملك بريطانيا اثناء الحرب العالميه الثانيه؟ ادوارد الثالث. غلط. في اي دوله اسيويه تقع جزيره بالي؟ بالي اندونيسيا. صح. من هو العالم العربي مؤسس علم الجبر؟ خوارزمي. صح. العجوز والبحر هي الروايه القديمه. صح. كم عدد الايام في 12 اسبوع؟ 84. صح. فنان قام بدور ليل عبد السلام في مسلسل طاقة نور، فمن هو؟ هاني سلامة. صح. في أي قارة تقع شلالات إنجا؟ أوروبا. غلط. ما هو رقم مجموعة الغازات الخاملة في الجدول الدوري الحديث؟ الغازات الخاملة 18. صح. موسيقار قام بتلحين أغنية أمل حياتي أم كلثوم؟ جاز صنباطي. غلط. من هو النادي الإنجليزي؟ عايز أقول لك حاجة، 6 من 9، ولو كنت لحقت أقول لك العاشر كنت هتجيبه. قوله كده مصطفى، هجيب الرياضة. قوله كده كنت مركز الباقي أجيب الصح يعني. يلا هارد لك بس كويس طبعا. الحمد لله. الحمد لله. ممتاز. الحمد لله. سليم، عايزين مصطفى عماد ينضم لينا من فضلك. كويس. كم ممكن تجاوب الأخير؟ ده كان سؤال سهل ولكن هارد لك. تفضل. طيب عايز تعرف إيه اللي حصل ولا لأ؟ مفيش. هقول لك بس معلومة واحدة، أنا قلت 9 أسئلة من 10. اتفقنا الأسئلة مش صعبة فما تقلقش. ركز وهتعرف تجاوب. تحت الضغط كاونتر. من هو ملك بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية؟ فيليب الثاني. غلط. في أي دولة آسيوية تقع جزيرة بالي؟ أندلسي. صح. من هو العالم العباسي مؤسس علم الجبر؟ الخوارزمي. صح. العجوز والبحر هي رواية الأديب أمريكي إرنست هيمنجواي. صح. كم عدد الأيام في 12 أسبوع؟ 84. صح. فنان قام بدور ليل عبد السلام في مسلسل طاقة نور، فمن هو؟ عمرو سلام. غلط. في أي قارة تقع شلالات إنجا؟ أمريكا الجنوبية. غلط. ما رقم مجموعة الغازات الخاملة في الجدول الدوري الحديث؟ المجموعة 18. صح. موسيقار قام بتلحين أغنية أمل حياتي لأم كلثوم؟ محمد أبو هيب. صح. برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. اتعادلتوا 6 إجابات مقابل 6 إجابات. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. من هو ملك بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية؟ جورج السادس. في أي قارة تقع شلالات إنجا؟ في قارة إيه؟ في قارة إفريقيا. خسارة، مع أن أنتوا عملتوا كويس جدا. كلنا نحيي عمرو ومصطفى. مصطفى وعمرو اتفضل. النتيجة طبعا اتغيرت ولكن الفرق لسه زي ما هو. جامعة كفر الشيخ وانتوا كام يا عمرو؟ كنا 90. 90. وكم إجابة صح؟ 6. 6 ب 30 نقطة بقيتوا 120. جامعة كفر الشيخ. جامعة المنوفية كنتوا كام؟ 20. و 30 نقطة 50. 50 جامعة المنوفية. طبعا ال 25 نقطة الجايين دول بالنسبة لكم حياة أو موت. حياة أو موت، لأنهم لو طاروا جامعة كفر الشيخ كسبت 3 نقاط وانتهت المباراة. ودلوقتي